أنا يشرفني ان انا اقدم الدكتوره هبه عمر اسوشيت بروفيسور اوف انستيزيا سيرجيكال اي سي يو اند كلينيكال نيوتريشن فاكولتي اوف ميديسن كايرو يونيفرسيتي كونسلتنت اوف كلينيكال نيوتريشن من المعهد طبعا ولينا كل الفخر افكت اوف ديفرنت تايب اوف دايت ان جلايسيميك كنترول. هقول لحضراتكم سر بقى، انا سعيده جدا ان انا في الجلسه دي، انا باخد دبلومه السكر في معهد السكر الحمد لله، وكان عندي امتحان امبارح ربنا يستر ما اسقطش، يعني ده الامتحان الثالث، وان شاء الله باذن الله يعني دايما العلم هو طريقنا لاي حاجه. انا عايز افهم السكر كويس، كان انا بتعامل مع الحالات كنيوتريشن، يبقى اسلك طريق العلم واخد دبلومه مهما كان سني. انا عندي 60 سنه وكم شهر، هذا لا يمنع ان انا اتعلم كويس واخد دبلومه. وسعيده ان انا اتعلمت كتير جدا في دبلومه السكر، والسكر في مصر مشكله كبيره محتاجه مالتي ديسيبلينري تيم. اهلا وسهلا دكتوره هبه. صباح الخير، اهلا وسهلا دكتوره جيهان، اهلا بيكم جميعا، شكرا جدا، كل سنه وانتم طيبين، وشكرا لمؤتمر نيوتريبوليس وكل المنظمين. انا مش عارفه الصوت اخباره ايه. صوت كويس؟ طيب احنا النهارده هنتكلم على الايفكت اوف ديفرنت دايتس على الجلايسيميك كنترول فروم جايد لاين تو براكتس. الصوت شويه في القاعه لو سمحتم، الزملاء ننصت يا جماعه. زي ما دكتوره جيهان قالت ان مشكله السكر مشكله كبيره وورلد وايد، احنا عندنا من كل 3 بني ادمين بني ادم بري دايابيتكس. من كل 10 بري دايابيتكس واحد بس عارف ان هو بري دايابيتك، والتسعه الثانيه لا، التسعه الثانيين لا. طيب الناس بقى الدايابيتك، من كل 10 بني ادمين وورلد وايد عندي واحد دايابيتك، يعني 10% من سكان الكوكب دايابيتك. كل 2 دايابيتكس واحد دايجنوز والتاني لا، يعني 50% ان دايجنوزد. العدد بتاع الدايابيتك زاد جدا ريسنتلي بقى، يعني زاد 360 مليون، اكسبكتد كمان 20 30 سنه يبقى 700 مليون. الخبر الحلو والمحزن في نفس الوقت ان 70 ل 80% من الكرونيك ديزيز ار بريفنتبل، انا اقدر امنعها، و 75% من تايب 2 دايابيتس كان بي كنترولد او اقدر كمان اعمل له ريفرسل. الامريكان دايابيتك اسوشيشن قالت ان الدايابيتس مانجمنت ليه 4 بيلرز. اول حاجه جلاسيميك مانجمنت، البلاد بريشر مانجمنت، والليبيد مانجمنت، وكمان الدراجز البينيفيشال للكارديو فاسكال ورينال فانكشنز. الاربعه بيلرز دولت معتمدين على قاعده مهمه جدا جدا اللي هي اللايف ستايل موديفيكيشن والدايابيتس اديوكيشن. عمري ما هعرف اعمل دايابيتك مانجمنت من غير اللايف ستايل موديفيكيشن والاديوكيشن. اللي يهمني بقى هنا انا الجلاسيميك مانجمنت. جلاسيميك مانجمنت ليه كذا ستيبس كلهم مهمين على نفس القدر من الاهميه، بس للاسف يعني الناس مش بتبي اتنشن قوي لكل الستيبس دي. اكبر حاجه الناس بتهتم بيها هو الفارماكوثيرابي. حد جاله سكر هيروح للاندوكرينولوجيست هياخد لست ادويه ويمشي عليها. هل بقى هيفكر انا جالي سكر ليه؟ طب اعمل ايه؟ طب ايه النظام؟ ما حدش بيعمل كده. فتاني ستيب اللي هي الناس مش بتهتم بيها قوي هي الميديكال نيوتريشن ثيرابي والويت مانجمنت. اللي كتر خير الدنيا معاه وفكر في نيوتريشن بيقول كده انا عملت اللي عليا والزياده. ما حدش بقى بيفكر في الحاجه اللي كوم الناس بتفكر فيها، الفيزيكال اكسرسايز. وطبعا طبعا الهيلث كوتشنج والبيهيفير موديفيكيشن ده اقل حاجه الناس بتفكر فيها، رغم انه ده اهم حاجه في الموضوع. انا عمري ما هعرف استريكت للدايت ولا بقى ادهرنس للفارماكوثيرابي او اعمل فيزيكال اكسرسايز من غير ما اللايف ستايل بتاعي يتغير او حد يقنعني اغير ليه. ده يقول لنا زي ما الدكتوره جيهان قالت ان الجلايسيميك مانجمنت او الدايبيتس مانجمنت ده عايز تيم، دكتور الاندوكرينولوجيست مع الدايبيتس اديوكيتور مع دكتور التغذيه مع دكتور العلاج الطبيعي مع الهيلث كوتش. وده اللي معمول في دايبيتس يوكي في انجلترا، ومعمول في هارفارد، وفي مصر الحمد لله في بلوم فانكشنال احنا كمان عملنا تيم حلو قوي سميناه كنترول للدايبيتس مانجمنت. طيب الكومن نوليدج ايه؟ انه والله الكربوهيدرات هي اللي بتدفع ترفع البلاد جلوكوز، فريستريكت الكربوهيدرات عشان البلاد جلوكوز يقل. ده عموما. طب اخد جلوكوز قد ايه او كربوهيدرات قد ايه؟ اخدها بنسبه ازاي؟ اخد الفورم بتاعتها عامله ازاي؟ الديفرنت تايبس، واحد ماشي لو فات، واحد ماشي لو كارب، واحد ماشي فيري لو كارب، واحد قال لك لا الميديترينيان والله هو احسن حاجه، تاني قال لك لا انا فيجن وما باكلش حاجات انيمال، قال لك الرابع قال لك الجلايسيميك اندكس هي احسن حاجه. ف
احنا بقينا مش عارفين نمشي فين علشان نوصل لاحسن جلايسيميك كنترول. طيب الجايد لاينز قالت ايه؟ والله في areas of uncertainty في الجايد لاينز على الماكرو نيوترون ديستريبيوشن. اكتر حاجه ديبيتبل الماكرو نيوترون ديستريبيوشن النسبه بتاعته قد ايه. الاوروبيان والكنديان ريكومنديشن قالت ايه؟ التوتال انرجي من الكربوهيدرات بنسبه 45-60%، البروتين من 10-20%، الفات 35%. الانديان بقى كانت ليبرال شويه في الكربوهيدرات، شالت 5% من الفات ومن البروتين وحذفتهم على الكربوهيدرات، فحتى الجايد لاينز مش واحده. الميديترينيان ولا مودريت كارب ولا لو كارب ولا كيتو ولا داش ولا هاي بروتين ولا فيجيتيريان ولا لو جلايسيميك اندكس. وكل فريق من دول ليه التيم بتاعه اللي عامله سبورت جامد قوي يقول هو ده احسن حاجه. دراسات كتيره على اللو كارب قالت ده عظيم، دراسات اكتر على الكيتوجينيك قالت ده اعظم، دراسات تانية الفريق بتاع الميديترينيان قال لا ده احنا اكتر حاجه هيلثي، وكل واحد عامل السيستميك ريفيو بتاعه والميتا اناليسيس ومطلع نتائج حلوه جدا. بس المعظم اتفق على حاجتين، ان الميديترينيان دايت واللو كارب دايت والكيتوجينيك بالذات هم اكتر اتنين يستخدموا، الميديترينيان علشان اللايف ستايل بتاعه هيلثي بنفيتس، والكيتوجينيك علشان ليه بوتنشال افكتيفنس رابيد وسيجنيفيكنت. طيب الميديترينيان هيلثي عشان بنكتر الموفا والبوفا والديريتري فايبرز وبنقلل ريفاين كربوهيدراتس، الكيتوجينيك ميزته انه بيعمل كيتون بوديز، بنستخدم سورس اوف انرجي فبيقلل الابيتايت وبيعمل رابيد اند سيجنيفيكنت تشينج على الويت وعلى الميتابوليك ستيتس. بس اللو كربوهيدرات دايتس ليه كونسيرنز على اللونج ران، اولها الهيديك والفتيج والماسل كرامز اللي بتحصل لما ببدا الكيتو، بس دي اسبوعين وبتروح. تاني حاجه الهايبوجلايسيميا، انا لو ماشي على اورال هايبو انتي جلايسيميك او انسولين وقللت الكربوهيدرات مره واحده فانا ممكن اخش في هايبوجلايسيميا لو انا مش واخد بالي وما رجعتش للطبيب المعالج. تاني حاجه اللو كارب دايتس بيحرمني من الفايبرز والمايكرونيوترينز اللي في الجرينز. اللو كارب دايتس في انكريز برسنتج للساتوريتد فات اللي ليها تاثير على الكارديو فاسكولار هيلث والليبيد بروفايل. الدراسات في الليبيد بروفايل كانت برضو مختلفه جدا، معظمهم قالوا والله الكيتو واللو كارب على الترايجلسرايد والاتش دي ال حلو بيكترهم، جينا على ال دي ال والموضوع كان ديبيتبل، دراسات قالت لا ال دي ال بيبقى اكتر، دراسات تانية قالت لا والله ال دي ال ما بيتاثرش، دراسات قالت لا ال دي ال فعلا بيكتر وخصوصا على الشورت تيرم، وحتى الدراسات اللي قالت ان هو بيقل على الشورت تيرم، بعد كده على اللونج تيرم ال دي ال بيعلى، والامريكان هارت اسوشيشن ما بتحبش خالص الكيتوجينيك دايت. الدروباكس الثاني ان الكيتوجينيك دايت بيبقى فيه يورينري كالسيوم لوس وفيه كيدني ستونز وممكن ندخل في اوستيبروزس، وكمان الهاي بروتين دايت اللي في اللو كارب دايت ممكن يبقى ليه افكت على الكيدني اللي هي اوريدي كومبرومايز في العيان الدايبيتك. طيب الدايليما دي كلها بقى جت الامريكان دايبيتك اسوشيشن حلتها بالجايد لاين بتاعتها اللي هي من زمان بتقول نفس الكلام واكدتها في الجايد لاينز اللي نزلت الشهر اللي فات في 2024. قالت ايه؟ Evidence suggests there is no ideal percentage للمايكرونيوترينتس. يا جماعه مفيش ايديال برسنتج للكالوريز من جايه من الكارب ولا بروتين ولا فات، الموضوع كله individualized على حسب الاسسمنت بتاع العيان، بياكل current eating pattern بتاعته ايه، البريفرنس بتاعه ايه، الميتابوليك جول بتاعه ايه. مفيش كده حاجه اسمها الدايت ده هو ده احسن دايت اعمل بيه جلايسيميك كنترول، لا والله الكبير غير الصغير غير الطفل، الست الحامل غير الست اللي مش حامل، اللي بيلعب رياضه غير اللي ما بيلعبش، اللي الجلايسيميك كنترول بتاعه هيموجلوبين اي سي 11 غير اللي هيموجلوبين اي 1 سي مثلا 8 و9. الموضوع انفيديوالايزد، كل واحد حاله بحالته. احنا عارفين في نيوتريشن خلاص ان وان سايز دازنت فيت اول، ودي الريكومنديشن بتاعه الاده اللي قالت فيها ان مفيش اي ايديال ماكرو نيوترين ديستريبيوشن. طيب الموضوع ماكرو نيوترين ديستريبيوشن ولا كمان كالوريك ريستريكشن ويت مانجمنت؟ الدراسات قالت ان الكالوريك ريستريكشن كلها اجمعت على ده اهم كتير من المايكرو نيوترين ديستريبيوشن. ما تشغلش بالك هو الفات قد ايه والكارب قد ايه والبروتين قد ايه، اي دايت هيخلي العيان يعمل جلايسيميك كنترول ويخس بالكالوريك ريستريكشن هو اهم بكتير من انا اختار ايه. طيب
الآدة قالت إيه؟ إن الـ people with type 2 diabetes أو overweight عندهم overweight أو obesity الـ primary goal بتاعهم إن أنا يخسوا علشان أعمل glycemic control. هو لو ما خسش مش هيحصل glycemic control. وقالت إن الـ pre-diabetic كل كيلو جرام هخسه هقلل الريسك إن يجيلي سكر في 3 سنين دولت بـ 16%. الست اللي جالها history of gestational diabetes كل 1 يونت للبادي ماس اندكس زادته عن الوزن بتاع الحمل بتزود الريسك 18%. ده البري دايابيتك. طب الدايابيتك كل 3-7% نزول في وزني يعني 5% افريج هيقلل لي الكارديو فاسكولار ريسك، هيمبروف الجلايسيميك كنترول، وهيقلل كمان النيدز للميديكيشن. لو عملت بقى ويت لوس اكتر من كده 10-20% الدايابيتس ريبيشن ممكن كمان احصل عليها، وهامبروف اللونج تيرم كارديوفاسكولار ميتابوليك كومبليكيشنز على المدى الطويل. وكمان اكدت تاني الاداه ان استخدم انفيدوالايزد بيشنت سنترد ابروتش، اشوف البريفرنس بتاعه ايه، حياته عامله ازاي، الميتابوليك جولز بتاعته ايه. وكمان اخلي بالي جدا من اللانجوج ما تبقاش نون جادجمنت، تبقى نون جادجمنتال، يعني ما اقولش اوبيز بيشنت، اقول patient with obesity. ما اقولوش انت diabetic، اقول له انت you have diabetes. تمام. واكدت ان مفيش ideal distribution وان المهم الاوفر اول كواليتي بتاعت الفود كونسامشن. طيب وقالت برضو ان البروجرامز ده ممكن غير الدايت احط physical exercise واحط lifestyle modification وفارماكوثيرابي وكمان metabolic surgery. وحطيت لي ريكومنديشن كده الكالوريك ريستريكشن ده ممكن يبقى من 500-700 كيلو كالوريز اقل من النيدز بتاعتي. فعموما قالت ان في الستات ممكن نبدا من 1200-1500 كالوري، والرجاله ممكن اديها ل 1500-1800 كالوري باي ماكرو نيوترين ديستريبيوشن مناسب للعيان ده. بس اخلي بالي وانا بعمل البلان بتاعتي من ثلاث حاجات. إذا كانت اللو كارب دايت بتعمل لي رابيد ويت لوس ورابيد تشينجز، فعلى اللونج ران على 3-6 شهور كل الدايت بتتساوى، كل الايفكت بتاعها يبقى واحد. عشان كده ريكومنديشن ان لو اضطريت ابدا كيتو مع حد ما اطولش عن 3 شهور. تاني حاجه اخلي بالي من الليفل اوف ادهرنس، ما اعملش حاجه فيري ستريكت على العيان هيقعدها اسبوعين ثلاثه وهيسيبني وهيمشي. تالت حاجه ااكد برضو على الكواليتي اوف دايت سواء في اللو كارب او في اللو فات. طيب هل وانا بعمل جلايسيميك كنترول هو ده الهدف بتاعي بس؟ لا، انا محتاجه كمان افكر في الريفرسر اوف دايابيتس، افكر في الدايابيتس ريميشن، مش بس اخلي العيان في جلايسيميك كنترول، لا انا عايزه العيان يخش في دايابيتس ريميشن، خصوصا لو جالي بدري قبل 6-7 سنين، خلال 6-7 سنين في الدايجنوزس. كنا فاكرين زمان ان تايب 2 دايابيتس irreversible once diabetic always diabetic وكتر خير الدنيا لو انا قللت الكومبليكيشنز. بس لاحظنا لما دخلت الميتابوليك سيرجريز ان العينين دولت ابتدوا يدخلوا في ريميشن. كان ايه الفرق؟ ان هو دخل في سادن كالوريك ريستريكشن بعد العمليه، فتاني بناكد على الكالوريك ريستريكشن. الديفينيشن بتاع الريميشن ايه؟ ان انا اوصل للجلوكوز ليفل النورمال هيموجلوبين. دكتوره فاضل الاربع دقائق. هيموجلوبين اي 1 سي تحت السته وفاستنج بلاد جلوكوز تحت ال 100، يقعد من غير الهايبر جلايسيميك ميديكيشن لمده من 3-6 شهور، وفي دراسات قالت اب تو سنه. الدراسه دي في دايابيتس يو كي عملوا دراسه اسمها دايركت. الدراسه دي كانت كبيره قوي، ده جابوا عيانين اقل من 6 سنين تايب 2 دايابيتس اوفر ويت واوبيز، عملوا لهم كالوريك ريستريكشن، والدراسه دي قعدت اوفر لحد دلوقتي بقى لها 5 سنين. في خلال اول سنه من الكالوريك ريستريكشن اولموست العيان 46% من العيانين جالهم ريميشن. السنه الثانيه قالوا شويه بقوا 36. على اخر السنه الخامسه الشهر ده فبراير 2024 لقوا اللي جالهم ريميشن قالوا 13%. ليه الموضوع ده قال؟ لان الدايركت ترايل قدمت لهم كالوريك ريستريكشن جامد قوي من 800-850 كالوريز في الاول، وبعد كده ابتدت تاندريوس جرادولي، فطبعا الادهرنس لحاجه زي ده كان هيبقى صعب جدا. طيب مش هينفع نتكلم على الريفرسال اوف دايابيتس من غير ما اتكلم فانكشنال. فانكشنال يعني ريفرسال اوف دايابيتس، والانستيوت اوف فانكشنال ميديسن هو من اكتر الانستيوت اللي اتكلمت فيه الريفرسال اوف دايابيتس. الانستيوت اوف فانكشنال ميديسن ادابتد نوع من الدايت اسمه الكارديو ميتابوليك دايت. الكارديو ميتابوليك دايت ده
هو جمع كل البنفيتس بتاعت كل الدايتس اللي اتكلمنا عليها قبل كده، فيجن وميديترينيان وكيتو، وقال لك طب مش هو اكتر حاجتين انتوا بتحبوهم الميديترينيان والكيتو، طب انا هعمل لك حاجه اسمها موديفايد ميديترينيان دايت اللي هياخد لي الهيلث بنفيتس بتاعت الميديترينيان وهيقلل الهازرز بتاعت اللو كارب دايت. ليه هو كارديو ميتابوليك؟ لان هو ليه بروتكتيف افكت مش على الميتابوليزم بس، على الهارت، قلل براد بريشر، بيقلل الكوليسترول وبيظبط الدايبيتس كمان، هو انتي انفلاماتوري، بيظبط الانسولين سنسيتيفيتي، بيقلل انفلاميشن، وبيستخدم حاجه اسمها الثيرابيوتيك فود. هو استخدم الاكل از تول اوف انتي دايبيتيك اند انتي انفلاميشن. لكل فود جروب كده هو شاور والله ده وده وده، هو ده الثيرابيوتيك فود بتاعي. الكارديو ميتابوليك دايت بلان ليه 8 كرايتيريا زي ما قلنا، هو موديفايد ميتيدرينيان دايت بيرسونالايزد، والكالوريز محسوبه على حسب كل بني ادم. الامباكت بتاعه على اللو جلايسيميا، الام بتاعي ان انا استابيلايز البلاد شوجر من غير ما يبقى فيه عالي ونازل وطالع، لان الفلايت الفلكتويشن ده هو اللي بيعمل لي كومبليكيشنز. استخدم هاي فايبر، لو سامبل شوجر، الكواليتي بتاعت الفات والثيرابيوتيك فود. ده الشيت بتاع الكارديو ميتابوليك دايتس، على كل فود جروب حطها وحط تحتها السيرفنج بير داي قد ايه، وبعدين حط كل الايتيمز بتاعت مثلا البروتين، ادي كل الايتيمز بتاعت البروتين، وجي لون بالازرق الثيرابيوتيك فود، يعني البروتين الثيرابيوتيك فود فيها السمك، الليجمز الثيرابيوتيك فود فيها هنلاقيها الصوي، وهكذا على كل فود جروب يكتب لي انا هاخد سيرفنج قد ايه وايه الثيرابيوتيك فود بتاعتها. وقلنا طالما بقى من جايد لاينز تو براكتس، ده الجايد لاينز بتاعت الاي اف ام على الكارديو ميتابوليك دايت، كل كالوريز بالسيرفنجز بتاعتها من كل حاجه ناخد منها قد ايه ونحطها في الشيت اللي احنا وريناه في السلايدز اللي فاتت. الثيرابيوتيك فود هي ايه؟ في الكارديو ميتابوليك دايت قال لك البروتينز الاوميجا 3 فيش والسوي بيست فود والسوي بروتين، هو ده الثيرابيوتيك فود، ده اللي اتكتر منه. في الليجمز السوي بين سواء الجرين او البلاك اورجانيك. في الديري والديري alternatives قال لك الصوي ميلك واليوغرت والكفير دول هم الثيرويد فيد. في النتس والسيد الفلاكس سيدز والانسولتد ميكسد نتس والانسولتد صوي نتس. في الفاتس والاويل الثيرابيوتيك فود هو الافوكادو والافوكادو اويل والزيتون والاكسترا فيرجن اوليف اويل. نون ستارشي فيجيتابل قال كل الجرينز فيجيتابل ثيرابيوتيك والاونيون والجارليك والتوميتوز. في الستارشي فيجيتابلز اختار بس البيتس. في الفاكهه قال البيرز والرمان، الهول جرينز قال الثيرابيوتيك فود اللي بحبه قوي هو البارلي والاوتس. انا خلصت، ده كان الكارديو ميتابوليك دايت. التيك هوم مسج بتاعتي ان تايب 2 دايابيتس ار بريفنتبل وريفرسبل، ومفيش سبيسيفيك ريكومنديشن للماكرو نيوتريتس، اتس انفيديوالايزد، بس الميديترينيان واللو كارب هم ار موست كومن دايت يوزد. الكارديو ميتابوليك جمع البنفيتس بتاعت كل الدايتس. الابروتش بتاعي يبقى patient centered approach، والجلايسيميك كنترول محتاج specialties، التيم محتاج different specialties عشان اعمل glycemic control. and thank you.